يا بقى عشان ما تقولش عم لحد شوبيك ان لوبيك كلامك اوامر اهو. عدل بيه رسلان، سلام عليكم. كابتن عبد الناصر منور الدنيا كلها، وانت والضيوف الاخوه الافاضل. وانا يعني انا حبيت اعمل مداخله، بس انت عارف ان انا الواحد بيحب مصر كتير، وبيحب ان ما تحصلش الحاجات اللي حصلت دي. وبس انا عجبني شويه كلام كده، فعاوز ارد عليه بعد اذنك، والاخوه يعلقوا بعد مني تحت ابروهم. يعني هم موجودين مع حضرتك ومنورين في الشاشه والناس كلها. ممنوع المقاطعه، اتفضل يا فندم. حضرتك لما قلت دلوقتي ان يعني اهم شخصيه عملت مداخله مع حضرتك مرشد جمال، اللي هو اخويا وحبيبي واللي انا بحبه في يعني شخصيا وبحبه في اي وقت، فاللي خلى كابتن جمال اهم شخصيه هي الجمعيه العموميه لما جابته رئيس الاتحاد، ولا ايه راي حضرتك؟ هو الراجل بيكلم لكم كل احترام وتقدير. طيب ما انا هكمل فيكم. انا هكمل. لا ما انا ما انا ما انا مش عاوز. لا انا هكمل لك اللي انت عاوزه كله هيوصل لحضرتك. اتفضل. انا مش عايز حاجه. لا يعني واللي خلى اعلى مشاهده في العالم. انت بتقاطعه كده يا استاذ عبد الناصر. اللي خلى اعلى مشاهده في العالم برنامجك دلوقتي هي الانديه الشعبيه، اللي الناس جمهورها بيتفرج على حضرتك دلوقتي، وسعيد ان انت مهتم بيهم ومهتم باللقاء الجميل اللي انت عامله على 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 حساب صحتك وعلى حساب ناس من كبار علماء الرياضه قاعدين معاك. ولكن الموضوع انت عارف ان انا صريح زياده عن اللزوم شويه. يعني اتفضل يا فندم. انا هقول لحضرتك كلمتين. انا كل الاجتماعات دي حضرتها، حتى الاجتماع اللي هو فيه 14 نادي جمعية العمومية حضرتها، اللي كان الاتحاد كله بيتكلم ان ما عملش حضرتك قالوا اهم نقطة قالوها، وكل واحد يقول لك ده بيتك ده بيتنا من غير ما حد يقول لنا ده بيتنا، ده احنا عارفين ان ده بيتنا من غير ما حد يقول لنا، ده القانون اللي بيقول كده، واحنا في بلد سيادة القانون، فيها السيد الرئيس بيعمل فتح حوار على مستوى العالم كله، فتح حوار على الشباب، فتح حوار للرياضة، فتح حوار للصناعة. فمش معقول يبقى السيد الرئيس فتح حوار واتحاد الكوره مش فتح حوار ورافض ان هو يقعدنا جمعيه عموميه غير عاديه. فانا مستغرب بس في نقطه واحده بس حضرتك، الكلام اللي اتقال 90% منه سليم، لكن احنا لما نيجي نتكلم على العوار حضرتك ما فيهاش حاجه. لو العوار دوت في قصاد نادي الحمام نتكلم فيه بصراحه. يعني هل ينفع حضرتك يرجع النظام القديم ان في ناس تصعد من خمسه تاخد خمسه مع سته؟ ما انا كنت هبط، كنت انا نادي الحمام هبط وصعدت من تحت على فوق على طول. لو كان الموضوع ده، يعني انا بحكي لك على اكبر عوار في الـ في الـ في اختلاف اللائحه والناس اللي بتتكلم. وانا طبعا كل احترامي لنادي النجوم، ونادي محترم ونادي فيه قياده غريبه. لو انا كنت اتمنى ان هي تبقى في اتحاد الكره مش في في, في 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 قياده نادي النجوم بس، ولكن في عوار المفروض لما يبقى باين احنا كلنا نطلع ونقول الحق. ايه فيفا؟ فيفا ايه؟ الفيفا دي مربوطه بلائحه مش مربوطه بنظام مسابقه. انا يعني 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 الفيفا هتطلع تقول الكلام ده ما يمشيش، وهي هي ماضيه على 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 الشروط المسابقه اللي انا هتقول ده شأن داخلي دلوقتي. لا 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 ده مش شأن داخلي، ده الفيفا ماضيه على على شروطي حضرتك، ان انا بقول ان المسابقه فيها 48 نادي، لكن يصعد فرقه واخده خمسه مع سته. هي مش هتقول كده يا عدلي بيه زي مصطفى الشامي ما قال لك. مش عايزين نقعد نقول هتقول نروح للكاس يا محمد. ده ما عنديش وقت والله. هي مش مقاطعه. اخلص وكلمني حضرتك. اتفضل يا حبيبي. اخلص واناقش وهقفل السكه، وانا سعيد ان بوجودكم، وخلي بالك ما فيش خصومه ولا بيني وبين الاتحاد ولا اي رئيس نادي، انتوا كلكم اخواتي. طبعا. الصغير اخويا الصغير والكبير اخويا الكبير، وانت عارف حضرتك ان احنا ده كله والله ما شغلنا حاجه الا احترام الانديه. مش كل واحد يطلع يقول انا بحترم الانديه الشعبيه وبحترم الجمعيه العموميه وما ينفذهاش طلباتها. ده انا طالب اقل حقي الوحيد ان انا طالب جمعيه عموميه اناقش فيها متطلباتي. لما جيت احضر 14 نادي كان بفعل فاعل، ومصر كلها عارفه، وما فيش ولا اعلامي طلع قال الكلام ده، ان هو ان الموضوع ده بفعل فاعل، ان ازاي كان كابتن سمير زهر الله يرحمه بيقول ان انا احجز لكم فندق لأندية الصعيد بالذات اللي بتيجي من آخر الدنيا، ويفاجئوا الناس إن في تليفونات بتجيهم بالليل مفيش فندق عشان مفيش فلوس. إزاي مفيش فلوس حضرتك وأنت عندك عاوز تعمل دوري محترفين يصعد فيه 17 أو 18 أو 16 نادي، يا خاص يا هيئات، وإحنا كلنا واحد، مفيش خاص ولا هيئات. ما ينفعش إن حضرتك يا أستاذ محمد تطلع مع وإحنا بنعاوزين نهنوك نهنوك على الصعود تقول أنا في الدرجة الثالثة صرف 7 مليون، والانديه الشعبيه كلها
بتاخد ميزانيه 7 مليون وانا بايع ب 80 مليون. انا لو بعت لاعب يا استاذ محمد يا استاذ عبد الناصر هتخش خزينه اللاعب اللي هبيعه، هخش خزينه النادي الشعبي اللي انا عندي اكثر من 30 40 الف متفرج. لما رحت لعبت المقاولين في الكاس في الدور ال 32 كان معايا اكثر من 10000 متفرج والناس رفضت تدخلهم عشان نظام المسابقه. لكن في انديه هيئات وبتاع دوت لما بيبدا الماتش ما بيبقاش فيه خمسه متفرجين. مين اللي هيسوق دوري حضرتك بيبقى بيلعب فيه شركات ولا نادي خاص؟ مين اللي هيزعل لما حضرتك فرقه تتغلب زي فرقه بلديه المحله كانت بتلعب الماتش النهائي مع ديكرنس والاوتوبيسات قاعدين الناس فوق السطح كان ممكن واحد يقع ويموت، وماتش امبي وماتش النجوم ما كانش فيه 20 واحد. هتسوق ايه يا ريس؟ احنا مش بنتكلم والله انا ما بحدد انديه ولا في اي حاجه والهيئات دي ودول من حقهم، ولكن احنا اتفقنا اتفاق حضرتك مع احترامي لجمال بيه وهو اخويا ولازم اقول له كل الاجتماعات اللي اتعملت في الانديه ادت الى رفض دوري المحترفين وطلعوا من عندنا. وكان معانا في اجتماع اسكندريه الاستاذ محمد مصلحي واتفق وقالوا له ان اي نادي هيصعد دوري محترفين قبل ما نبدا الدوري ياخد 5 مليون واي نادي شعبي هياخد 2 مليون، والكلام دوت موجود ومسجل وكانوا كل الانديه بتاعت اسكندريه ومطروح والبحيره موجوده. الكلام ده كله حصل عندنا وفي البلديه وحصل في بني سويف. يا ريس ما ينفعش ان احنا نؤدي يعني الى 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 انهيار الرياضه، والرياضه دي فيها جزء سياسي ما حدش يتكلم عليه خالص. احنا كلنا بنحب مصر وكلنا وطنيين، ولو كان هبوط الحمام هيؤدي ان انا لو شكيت عمري ما هقدر اشتكي اتحاد الكره للفيفا لاني عمري ما هسوق سمعه مصر، ولكن اتحاد الكره اخطا ولازم يطلع يقول ان انا اخطأت لانك انت قدامك سنتين مش هتلاقي ولا دوري. والكلام ده قاله الحسيني بيه ابو قمر، بعد سنتين ولا دوري في الممتاز غير الاهلي والزمالك، ولا دوري في دوري المحترفين مش هتلاقي ولا نادي شعبي. شكرا. صحت مين اللي بيحصل ده؟ انا عاوز اعرف بعد اذنك يا ريس يا عبد الناصر بيه يلي حضرتك محايد واحنا متاكدين ان حضرتك محايد، لمصلحه مين اللي بيحصل ده في 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 ساعه الوقت اللي بيقول لك فيه 14 نادي احنا حضرنا وطلعنا من ال 14 نادي معانا ماجد بيسامي وقال لي انت اللي تتكلم على الانديه، ولما اتكلمت مع الاخوه اعضاء مجلس الاداره اتفقوا قلنا ارجاء واتفقوا معانا على ارجاء وكان قبل الدوري باربع ايام، وفوجئنا يقول لك لا طب احنا هنحط تصور هنحطه فرقتين عشان يبقوا 20. هم اللي قالوا مش احنا، اقسم بالله ما احنا اللي قلنا الكلام ده كله، وعاوزين نعرف لمصلحه مين. هذا الاقتراح بتاع السادس مقترح من نادي المنصوره من السيد النائب المحترم طارق السعيد. يا ريس احنا كنا قاعدين، انا بقول لك لما حضرتك يا عبد الناصر انا كنت حاضر وحضرتك ما كنتش حاضر، انا بحكي لك على ال 14 اللي كانوا قاعدين. لما تحكي حضرتك انت بتتكلم على المقترح بتاع يوم الاثنين اللي قبل اللي فات. لا المقترح بتاع بدايه الموسم بتاع السوادس المنصوره والترسانه. ايوه انا رساله جايه عشان لو هم ما اقترحوش ينفوا. اتفضل. اخر حاجه عشان اختم بيها برضو حضرتك ترد عليا وترد عليا بكل صراحه. انتوا عايزين قناه يا باشا. حضرتك لينا سنتين في اتحاد كوره مدينا 50,000 جنيه كل نادي. اتحاد الكره اللي عاوز ينفذ دوري محترفين لينا مرتين لينا 10% في اللائحه الجديده ما خدناهمش. لينا 30% في الكاس لينا 3 سنين ما خدناهمش. شكرا. في ناس حضرتك صرفوا في الكره الشاطئيه 35 مليون وصرفوا في الكره النسائيه 45 مليون وساهموا ان يمرروا الكلام ده في الجمعيه العموميه العاديه اللي فيها المناقشه دي مشاكل الناس ما تجيش بعدم حظهم ليهم فنادق. وانا شاكر طولت عليكم ويا ريت ما كنتش حد زعلان منك. لا يا فندم حدش زعلان ولا اي حاجه. شكرا جزيلا وهوانا مفتوح للكل.